القرآن ذوال ربي عزيزان السفوغان سطلة مرثفاف يتساوين ذو فريد مسلمة ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثمثن السلام ربي في لون. السلام عليكم ورحمة الله. وجيت درس من دروس التفسير وما زال أكد سورة السجدة. الدرس رقم 421 وسجم يرضى ربنا في السلسلة 18 المذلية 22. الدرس رقم 421 من دروس التفسير ومع سورة السجدة، وتفسيرنا اليوم ينصرف إلى الآيات 18 إلى غاية الآية 22. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. استفهام إنكاري. ربي سبحانه وتعالى يهضرت في السن الصناف، الصنف المؤمنين أو كذوياض إناد يفكاد يدست قصي، ولكن يفكاد الجواب. إناد لا يستوون، ماشي كيف كيف. المؤمن ذي سميس ذواليس، يؤمن بالله، يؤمن صربي بلا شريك، وسيخذي مرا الشريك، يؤمن سالملائكة عالم آخر يخلقين ضرب سبحانه يسميسن الملائكة. سبحان الله ثم غارث في قخام ما يغليد اللوفان أقرو ذي غليد سيد دوح أديني غدوح النوستالجي ثورة الدوح من الله يغليد بعد كي زوار انتس الملائك، زوار انتس الملائك، الملائكة الحفظة، لا الملائكة كتارون أين لهنا أين ندير ملائكة الكرام الكاتبين كتفان كي شغل نسم كل نؤمن بهذا. أنا من الأنبياء أكد الرسول أكن ملان يعني يمولهن تلسا لي ميساجي لي بروفيت إلى قنا من يسن. نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، ربنا في سورة البقرة لا نفرق بين أحد من رسله. وأنا منس الكتب إذا شقع ربي شقع يثنتيد يقينا أخيني الزبور دي نضيف سيدنا داود يفرش شغل، أخيني التوراة في سيدنا موسى، الإنجيل في سيدنا عيسى، لن صحف إبراهيم قبل ذلك، القرآن في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن ما لا إيش قاعد ربي لحكمة أرادها أن بعد القرآن يختم كل شيء. اكتمل الدين الإسلامي بتمام نزول القرآن ينكمل. دليل في سورة المائدة ربي ناد اليوم أكملت لكم دينكم، معناه نكمل ونسالح قدنا وجديد. هل ترى نزمر نمشاور ثورة أديني يلا في الظلاياقية سنتناوذ أنخذ باريزمبل الصباح يوثن الركعة ثم ديثي يوثن بركعة زماكيني رمضان أثن فيكسي دي جانفي إميم ديسمبر إلها ديسمبر جانفي أشكيف أكاري قيمة ويتفدي لنا حتى ديسون فذو وديس الخريف خير جانفي ديسمبر ديسمبر جانفي أشكيف وغدي الصحار الحق في قالك البدعة سجد البدعة يتساوين فافيس الخسارة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
ذي لهم راهي الابتداع في الدين ماشي في الوسائل. الوسائل ابتدع كما تشاء. زمان دين الشيء قلت يخدم مارن فيو تخدم غارة هاي شنا ثورا نفغي مار ثورا نفغ أطابي قلت سارة ميكرو يجي ولا شيء ولا شيء كليماتيزور ولا ولا شيء نو في قادة قسمي سنت الوسائل ميم الخيوضة قيلنا نذيهين ذي الوسيلة ذي الوسيلة أرغي عيونن باش أنسقم الصف ليا ثاقي ذي الوسيلة يسوغن الصوت ليا. والقاعدة الشرعية الأحكام لا تتعلق بالوسائل ولكن تتعلق بالمقاصد. يعني الوسائل جوزنت أما المقاصد ذي نذي لووال أمرا تستخدمض الشياك. لذلك اكتمل الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة نزلت في حجة الوداع الآية. طيب من بعد كلمة الأنبياء والرسل ذي كتابين السن إذ نزل في اللسن ننذك ربيون وقي قرنس أصل الأصول ذي الجذرة ثم قرات إقشرهن إياك إمولهن انتلسا. الدليل سورة الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأنا من درس الآخر الأخيرة باللي ديسوس تكفو الدنيا تنير الدنيا الحساب والعقاب إلى آخره البعث والنشور. وأنا من كذلك القضاء والقدر القضاء والقدر أين يكتب ربي هذا يضر وهذا يضر العبد يتحبر ربي يدبر ربي يتدبر العبد بالتفكير والله بالتدبير. هؤلاء المؤمنون ولكن وياض الفاسق وكذاكي الكفار المشركون وكذاكي نكرنا كل شوالك ياك نكرنا. لذلك ربنا لا يستوون لا يستوون ماشي كيف كيف من بعد يفكي التفاصيل. اما الذين امنوا الصنف يجب المؤمنين وعملوا الصالحات خطر ماشي كان الايمان الرئيس للصلاح ترجمت الايمان الى اعمال صالحات. لو كان كاين كذل المؤمن ولكن يحبس الدين ما يصلي ما يصوم ما يدير الخير ولو خاطئ يخص يلق الايمان رميس العمل الصالح. سورة العصر ان الانسان لفي خسر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات ترجموا ايمانهم الى اعمال صالحات تنفعه تنفع اسرته تنفع امته تنفع وطنه تنفع البشريه تنفع الناس تنفع البهائم والحيوانات تنفع الطيور تنفع اذ يغلك الغيث اينما حل نفع المؤمن اذ ينفع لما يزمر. العبد الصالح اذ يخدم الصلاح اينما يزمر ربي وثك الفاره اكثر من تزمرتيس فلهم جنات المأوى وكذاكي الضيافه نتاعهم الله الله ثم ديثن سنه الصفراح ام كان سن ديال الجنه ياكل عثاف نغاية مثلا اثي استماثين ياكل عثاف النغا وكتوصل يثنغا وكل خير باش انا نكمل الجنه. هي نعم وان شاء الله ربي يرضى علينا جميعا كما راضي على السابقين من غير كان في الصحابة رضي الله عنهم ان شاء الله ربي يرضى علينا رضي الله عنهم ورضوا عنه الرضوان. إذن في العمل الانسان راه يخدم هذا يخدم الدنيا وهذا يخدم الى اخر هذا يعرض ام كيف انت عمر سناد هذا يعمر سناد تذرين اما ثقين الدنيا اما ثين الاخر تغيص رجل مره خطر ذوينا اذا خام القرار. المؤمن الذكي هو الذي يعمر الدارين يعمر الدنيا
بالأفعال الصالحة، بالأعمال الصالحات، بالإنتاج، بالإبداع في المجال التجاري، في المجال الصناعي، في مجال العمران، في مجال العلوم. عمر عمر، استثمر وقتك، أعطاك ربي 60-70 سنة 80 سنة، عمرها. والآخرة أيضا، الإنسان ما يغفلش عن الآخرة، لازم يعمرها بالأعمال الصالحات. وربي ناد وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذن هؤلاء لهم جنة، فلهم جنة المأوى نزلا من بما كانوا يعملون. نزل ضيافة، مقر ضيافة، مقر نسن، المأوى نسن، ذوق ذي الجنة. ربي بفضل منه قال بما كانوا يعملون، يعني لا ثفنون يتوحرز أتفم ذي الآخر تتراجوكن في ذي نون استروحر ذي الباطل أي نثاث فما تغلثم. معناه أعمالكم الصالحة في الدنيا تجدونها رصيدا ينتظركم في دار القرار. بعد شو ديننا؟ وأما الذين فسقوا، أولئك الكفار المشركون اللي خرجوا فسقوا على كل شيء، ما حبوش يستعرفوا، أخيني كيني أتي أنا ملحد، سلي يا أخوي تسلوا ما تسلوش، ولكن أولهيه. لذلك هذا القرآن يذكر، ينبه، ينبه الغافلين. وربين ولا تكن من الغافلين، حذاري واحد يكلخلو نفسه الشيطان زعم يلعبها رجلا، يقولك أنا ملحد أنا كافر. أم بعد حبيت تكفر أكفر، ولكن الواجب على كل مسلم يبلغ، مش هو اللي يهدي، ربي هو اللي يهدي. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وربي ناد في سورة النحل الآية 125، ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة لصجس والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام ناد بلغوا عني ولو آية، إيه ديروا الواجبات، ولكن الهداية عند ربي. أما وأما الذين فسقوا فمأواهم النار والعياذ بالله. وكذا قيثم ديثنسن السحزان في جهنم والعياذ بالله كلما أرادوا أن يخرجوا منها. أكيد اللي يدخل النار يتمنى باش يخرج، اللي يدخل الجنة لو كانت تقول له روح تولي لتيزي وزو يقول لك جامي، تولي تولي للجزائر، تولي لا لا، تولي للسعودية لا لا، تولي للمغرب لتونس وين لا لا، خير ثم تقول هذه سلكت الحمد لله. هو داير الآية ما قالهاش، ما قالش هذوك يدخلوا الجنة يقولوا أردنا للدنيا، لا لا، غير هذوك اللي خاسرين هما اللي طلبوا راتراباج، سيسيون سبيسيال، سيسيون دو راتراباج. ها هو ربي اللي قالها الآية، قال كلما أرادوا سان الفغي فغان أن يخرجوا منها، يخرجوا من النار، لأنها يا لطيف ربي يستر، أكيد كلما أرادوا على مستوى الإرادة، مازال ما داروش لا دوم لا لا، على مستوى الإرادة أعيدوا فيها داين. ربي سبحانه نبه البشرية عن طريق المرسلين، إذن أقام الحجة، والأنبياء والمرسلون بلغوا الرسالات وأدوا الأمانات وبرأوا الذمم فذممهم بريئة. سيدنا نوح 950 سنة عمر الدعوة وما زال يقول لهم معليش كاين ربي، خافوا ربي، اتقوا الله فاستغفروا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف واحد الخطاب سوبل ساج كل شيء تنداخل سنقار 950 سنة ما حبوش، ولكن سيدنا نوح برأ الذمة، برأ ذي. ونشهد نحن أمة الإسلام، نشهد باللي جميع الأنبياء جميع المرسلين بلغوا الرسالة،
وهذا الشرف مذكور في عديد الآيات، منها سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، شهدوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي أواخر آل عمران خاصة 137 وما بعد، ماشي الأواخر، الآية 137 خطر آل عمران عندها 200 آية، 137 وما بعدها مدينا ربي سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وفي سورة النساء الآية 41: ربي ندفع كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذ نجمعة الخير، الأنبياء أدوا الأمانة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هذوك اللي في جهنم ما يخرجوش، تصفوا الناس في جهنم. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار، أقلكني ذي جهنم ذوقوا، وإذا ذقت ذا عرضة ذا عروضة، مازال 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 في ذن يعني العذاب من قران. الذي كنتم به تكذبون، معنى في الدنيا كي كانوا الناس يقول لكم كاين جهنم كاين الاخره، انتم تقولوا لا لا ما كاينش منها، تكذبون. الور اليوم كيما يقولوا لي جون نتاع درك سي بون، اليوم قدامك خلاص. هذاك المؤمن شاطر شاف باللي كاينه كاينه خلاص، ربي سلكنا والله ما نقدروا لها، واحد باش يريها 10 دقائق للشمس وما نقدروش، او كيفاش شكون اللي يقدر جهنم؟ مستحيل. النار نتاع الدنيا وتخاف من النار نتاع الاخره، النار نتاعنا هذه نتاع الدنيا واعره، هو هذه وما راهي تخاف من نتاع الهيل في مستن الدنيا ثلاث سواد في مستن الاخر. وقال سيدفن أو كثير مسالقي من البعث من الآخرة، هكا سينا ربي سبحانه إن يس ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أم بعد الآية ما قبل الأخيرة: ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ربي سبحانه عذبهم في الدنيا، عذب الكثير من المشركين والكفار يعني بالقحط بالهموم تاع الدنيا وقي عذاب الأدنى. وطبعا كاين الناس اللي يعيش مشاكل يقول لك نتمنى نموت، شوية مشاكل شوية كان يغفلان شوية بورفان، لأنه قال يسير من الموت، لكن خير الموت ولا الدنيا ثمثاقي. وقال الكفار ذا ربي سبحانه يفكايا سند أهاث دوغال سافريد نسلامة وثكين داما، ولكن يكون نسين ظران دي الدنيا الكفار وقسم يسر بالعذاب الأدنى هذا مشطوح مزي دون العذاب الأكبر. دون العذاب الأكبر يعني العذاب قرانة ذي الأخر لعلهم يرجعون. معنى لنت المنبهات يفكد ربي منبهات مذكرات لهؤلاء الكفار والمشركين والفاسقين لعلهم أهث أدغل سافريد من الخير سافريد من الطاعة. الآية الأخيرة: وما نظلم ممن ذكر بآيات ربه. ولا شمس باط ليام قران ما كانش الظالم كيما هذا، أمس باط ليام قران عند يذكر بآيات الله يعني أثيد السمكثين من الدم سلايات سيدي ربي، ذا السمكثي ماشي الهداية، خاطر الناد باللي ضربي دي هدون، ولكن كوني ذا السمكثي أي غادي نربي في سورة الذاريات الآية 55 يند وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. خاطر ممكن إنسان يغفل ينسى، الدنيا واعرة دوي تتكليخ تزمر الصحة تكلخ المولى قال نتكلموا على دراهم يكلخوا المولى دراهم لزافير للشركات وكذا كل السلطة، ممكن واحد ايضا يكون عنده سلطه بوفوار وكذا او تكلخ المولى يقول باللي سي بون انا يعني والله والو ما يبقى غير الصح كل شاذ يروح اي سوى الفايل ينخدم ذي الدنيا ثرى النفذ الى خارف
بعد شو دينا ربي سبحانه للأخير إن دوما نظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها أعرض عنها ما يسمع لهاش وإذا كان سمع لها ما يطبقهاش إنا من المجرمين منتقمون ربي يسمي اسم المجرمين كريمينال سي تان كريم اللي ما يمش بربي ويكفر وكذا سي تان كريمينال هكذا قال ربي سبحانه جريمة من الجرائم هناك جرائم أخرى يرتكبها الناس لان في الجرائم بارمي الجرائم ما كيتساقي اعتبرها الله جريمة نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله الهداية للجميع ربي يهدينا جميعا إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين.